ولا هذا ما ولا نبغيكم تسمعوني بقلوبكم ماشي ما تكونوش راه عليكم مي صح الرجال فيكم وفيكم ما تخلقوش ها اللي عجبتكم قولوا ويه واللي ما عجبتكمش قولوا نو صافي يلا معايا تمام واش معايا ولا لا واش معايا ولا نو عيالات ورجالة عجبتكم كي ولات اليوم الحالة واش الراجل ينعس في الدار ومرتو تخدم عليه واش الراجل ينعس حتى عاد الوحدة للزوج ويفيق امو تعطيه شارف شي داري يخدم عساس في الزناقي يجي ويمرضي ليه انت عارف اختك فاش خدامة ولا منين كتجيب الموني منين كتجي الفلوس في الصباح تجي وتمرضي ليه عيب اخويا عيب اخويا الرجال فيكم وفيكم فيكم اللي راجل وفيكم اللي في مصروف وما زال حاصل فيكم اللي مخبي باليتورة لحيته وفيكم اللي ماشي راجل وغير سميته راجل يا ابويا يا ابويا الله يرحمك يا ابويا مشيتي وقت الرجلة ما بقيش نفرز التور من العجلة ويلي على رجلة ولات أبويا 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 أنا باش كتعجبني مع المرايا دابزني في الدهنة كتسبقني واللي تدير معايا الماكياج أويلي أويلي رجولة مشات معاك أبويا ماشي وجادها آه أنا نعرف الوجدي ما يخليش من توتا العشرة الليل برا أنا نعرف وجادة ملاح وقباح وقت الشدة كاينين آك آه يوسف أنا نعرف الرجلة شانو همة أضرب الأرض أخويا أنا نحشم نشوفك أنا ما نتكلم ماشي كي اليوم الراجل ولا يسكت والمرأة هي اللي تصوب فيه تكون فواتير أخويا ينعلبوها رجولها